وكذاك أنكرتم جلوس نبينا يوم القيامة فوق عرش الباري، وجعلتم صحب النبي من آخذي تلك العقائد عن يهود جاري، مثل ابن عمرو في الذراع وصدره طعنا بصحب المصطفى الأخيار. وكذاك قلتم تابعيهم عن يهود قد استقوا المس للقهار. وكذا جلوس الرب إذ قالوا به قلتم فذا التجسيم للغفار. أسلافنا فسدت عقائدهم كما غالوا بأبواب ففي الإكفار. قد كفروا الخلقي في القرآن نافي العلو تشددا وتماري. هزلت وربي حتى بان عظامها ظهرت خزاياكم من الأستار.